وبركاته. النهارده هنشرح لحضراتكم درس جديد من دروس تعليم الرسم. النهارده هنرسم منظر طبيعي، طبعا عباره عن بيت في وسط الغابه. بدايه طبعا اللوح اللي معانا لازم نبدا ندهنها بالكامل زيت بذر الكتان، زي ما حضراتكم شايفين ان احنا اللوح طبعا في وقت سابق من الفيديو. بدايه هنعمل تخطيط للبيت او المنزل اللي احنا هنعمله. قبل ما نشتغل نرسم، لان هو محور الرسمه، طبعا ناخد شويه اسود خفيف، مثلا بيت هنا مثلا. طبعا زيت بيزك الكتان بيساعدك عملية الرسم، خلي عملية الرسم سهلة جدا. هنا طبيب مثلا كده. تخطيط مبدئي طبعا علشان تسهل علينا عملية الرسم. بعد كده هناخد الفرشة اللي حضراتكم شايفينها، فرشة 2 بوصة. هناخد شوية أصفر مع شوية أبيض، هنبدأ ندي المساحة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا نخلي الأصفر تجيب في الناحية اليمين الناحية الشمال، نخلي المنطقة اللي في النص دي فاتحة شوية كمنطقة إضاءة مثلا. بعد ما عملنا اللوحة نكمل بالأصفر، هناخد شوية أصفر أدقل شوية من الأصفر خدناه في البداية مثلا، نخبط اللون كده في اللوحة، نبدأ خبطات بسيطة كده لأن دي مجموعة أشجار بعيدة مثلا. نفس الحكاية الناحية التانية زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هنخلي المنطقة اللي في النص دي المنطقة اللي هي يعني تكاد تكون ما فيهاش اي لون اصفر، كانها منطقه اضاءه ومنطقه جايه منها الشمس. نفس الطريقه بعد لما اعطينا شويه لون اصفر، هناخد شويه لون اخضر بسيط مع الاصفر مع شويه ابيض. نبدأ بمنتهى الخفة طبعا، ما نضغطش خالص على الفرشة، نوزع هنا زي ما حضراتكم شايفين نفس الطريقة. طبعا السر في ان اللون بيمشي معاك والرسم بيكون سهل هو انك انت تدهن اللوحة بالكامل زيت بزيت كتان. لو لقيت ان اللون بيشد معاك اثناء الرسم تقدر تضيف اي وقت على اللون اللي انت بتاخده او على الفرشه مثلا من لون شويه زيت، هيسهل معاك جدا في عمليه الرسم زي ما انتم شايفين. طبعا يعني نلاحظ ان بدا عندنا مثلا ظل مبدئي او شكل مبدئي للوحه. الخطوة اللي بعد كده طبعا هنبدأ نظهر ملامح المنزل أو البيت اللي في وسط اللوحة. طبعا ممكن نرسم البيت بكذا طريقة، ممكن نرسم بسكينة، ممكن نرسم لو حابين بالفرشة، ممكن ناخد مثلا سكينة حضراتكم شايفينها. هناخد شوية لون أسود زي ما حضراتكم شايفين مع شوية أحمر، نقلب. مش عايزين اللون يكون اسود صريح، ناخد شويه ابيض. نمسح السكينه بالطريقه دي وناخد شويه لون كده، هنيجي هنا مثلا كده وهنسحب. طبعا دي المنطقه الغامقه من البيت، المنطقه اللي هي مش عليها شمس فهتكون اغمق من باقي البيت. هناخد هنا برضو المنطقة دي منطقة غامقة زي ما حضراتكم شايفين. الباب نفس القصة،
هيكون غامق برضو. ممكن تعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها بالفرشة، بأي نوع من الفرش، فرشة مثلا نص بوصة مثلا تمشي معاك حلو. نمسح سكينة، هناخد شوية لون أبيض مع قليل جدا من اللون الأسود، أنا عايز يكون عندي لون رمادي خفيف. ناخد بعض الأسود نقلب، نمسح سكينة، ناخد شوية من اللون اللي احنا معاكينا عملناه. طبعا اللون الفاتح شوية لو الأفتح درجة فاتحة هنعمل بيها الجزء اللي قاله من السقف. طبعا السقف ده يعني ولا هو طاير ضوء خالص ولا محروم من الضوء، فهيكون لونه فاتح شوية. افتح شوية من الناحية المعتمة اللي احنا عملناها، هناخد شوية ابيض هندي بعض الاضاءة مش كتير يعني. طبعا السكينة هنمسكها بالطريقة دي مش هنضغط خالص، بدون اي ضغط نعمل بعض الاضاءة على المنزل. نبدأ نكمل المنطقة اللي فاضلة في البيت، حضراتكم شايفينها دي. المنطقة دي برضه منطقة فاتحة، هو مش فاتحة، منطقة غامقة لكن مش بنفس الدرجة طبعا. ناخد لون أغمق من لون السقف شوية ونبدأ ندينا بحيث يبان معانا الباب من اللون. طبعا احنا استعملنا سكين في الرسم، ممكن حضرتك تستعمل فرشة لو حابب، ممكن تستعمل ايا كان، المهم النتيجة تطلع معاك حلوة. هناخد شوية أبيض خفيف، هنعمل بعض الإضاءة في الأرض. بعد لما انتهينا من رسم المنزل أو البيت هنبدأ نشتغل على المناطق الغامقة والمناطق الفاتحة. هنا ناخد فرشة زي ما عادكم شايفين، فرشة منبوسة، ناخد شوية أخضر، نبدأ ندي منطقة هنا غامقة شوية عشان نظهر الطريق. ناخد نفس اللون نبدأ برضه هنا الأخضر، زي ما حضراتكم شايفين نفس الطريق كان الزرع والنباتات طلع على البيت مثلا بتاع الكفة. بعد كده هناخد بعض اللون الغامق اللي احنا عملناه قبل كده على الفرشة الاتنين بوصة، هو مش أسود طبعا، مش أسود صريح. هنبدأ الفرشة ونبدأ من المنطقة دي، المنطقة هي يعني قمة الانحناء بتاع البيت، وهناخد كده ونطلع لفوق هنا. خبطات بسيطة خالص. زيت بزركتان بيساعد معاك جدا في الرسم، لما تكون دهن زيت بزركتان بخلي الرسم سهل، متحتاجش تخبط على الفرشة مثلا أو كده. هناخد فرشة مروحة
رقم مقاسها رقم 6 زي ما انتم شايفين. ناخد بعض اللون الغامق لكن هنزود اسود ان الشجر دي هتكون قريبه شويه. هنملى الفرشه بالكامل زي ما انتم شايفين. نبدا ناخد شجر هنا، هناخد نقطه صغيره كده، نبدا بسن الفرشه. نفس الحركات نفس الضربات انت ونازل. طلع معاك شجره جميله جدا، شجره مخروطيه الشكل. كل لما بتنزل طبعا كل لما الشجره بتكبر معاك. بعد لما عملنا الشجر اللي هنا ناخد فرشه ملوحه نظيفه زي ما انتم شايفين، هناخد بعض ديل اصفر. هنبدا نعطي بعض الاضاءه على الشجره. زي ما انتم شايفين مش كتير يعني. نبدا ناخد نفس الفرشه اللي اشتغلنا بيها، فرشه الاثنين بوصه، هناخد جمدان نبدا نحط خبطات في المنطقه دي. تظهر معانا طريق هناخد فرشة صغيرة اللي بدأنا بيها التخطيط، ناخد لون أسود، أسود صريح مع شوية زيت. هنبدأ نعمل شجرة كبيرة هنا، شجرة ضخمة زي ما انتم شايفين. نبدأ نرسم بعض الأفرع. بعض الأغصان متقطعة. طبعا الغصن بيكون في البداية رفيع، كل ما قلب الشجرة بيتخن. طبعا هنا خلي شوية أغصان صغيرة كده زي ما انتم شايفين. شجرة ضخمة، كل لما جالب منك الشجر مثلا عايز شجر حجم أكبر أو مساحة أقرب فبتخلي اللون أكتر، تخلي الحجم أكبر، لو أبعد بتعكس. هنغسل الفرشة، نستخدم غسيل فرش طبعا تنر. هناخد شوية أبيض، هندي بعض الإضاءة للشجرة نفس الفرشة. بعض الخطوط تظهر تقسيم جذع الشجرة. هناخد فرشة فان برش، فرشة فنار، وهناخد لون أسود، شوية أسود خفيف مع شوية أبيض، نعمل لون رمادي.
بالفرشه، نبدا من بدايه الطريق، هنمشي بنفس الحركه اللي احنا ماشيين بيها دي. بداية الطريق هناخد أسود، كل منطقة معتمدة، كان ضلمة شوية، نبدأ ناخد من أسود ونشد شوية على الطريق، نفس الفرشة، الفرشة المروحة أو الفان براش، نفس الطريقة اللي احنا شايفينها. نفس الفرشة هناخد أبيض، نملى الفرشة أبيض، وهندي هنا منطقة إضاءة ومنطقة ضوء في النص كده على خفيف كده، نرمي بعض الضوء، ننتهى الخفة طبعا زي ما انتم شايفين كده، نكون انتهينا من رسم الطريق. هناخد فرشة واحد بوصة، ناخد بعض الأبيض مع الأصفر في مرحلة أخيرة، هندي بعض الإضاءة خفيفة على الشجر أو على الزرع. طبعا أنا ما كنتش حاطط أصفر كفاية على لوحة الألوان فعذرا، مش حاطط معايا إضاءة كويسة. طبعا لو حابب ممكن في طريقه ثانيه عشان تعمل الاضاءه بتاعتك، ممكن تاخد سكينه، تمام، تاخد بعض اللون تدي بيه بعض الاضاءه، بعض الحالات بتكون افضل. ناخد فرشة صغيرة طبعا، ناخد شوية أسود كمرحلة أخيرة، ناخد هنا بعض الأفراح مثلا تظهر معاك بتاعت بعض للطريق، نفس القصة هنا كده. كل ما تجرب طبعا كل ما تكبر كده. نكون انتهينا من شرح رسم منظر طبيعي بسيط لحضراتكم. نشوف حضراتكم على خير في دروس قادمه ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.